السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم أينما كنتم أحبابنا الأفاضل. نبات البردي نبات جميل جدا لكن شبه نادر شوية، من ضمن النباتات اللي هي بتحب المياه جدا. لو حضرتك مثلا لسه مبتدئ في الزراعة أو حضرتك بتحبي الري، هو بيحب الري بطريقة كويسة جدا. نبات يعني زي ما حضرتكم شايفين كده الخلفات بتاعته جميلة جدا وبيتكاثر بسهولة، زي ما حضرتكم شايفين كده الخلفات كتيرة جدا أهي ما شاء الله. لكن انا عرفت فيما بعد ان من ضمن الحاجات اللي هو بيتكسر بيها ومن ضمن التكاثر هو العقل. حضرتك زي ما شايف كده دي عقله تتحط وبيطلع منها الخلفات زي دي كده. طيب من ضمن الحاجات التانية اللي بيتكسر بيها ان النبات عندنا فيما بعد اللي حضرتك شايفه ده، الورقه دي بتنشف بالوضع ده، بتكون ناشفه كده وبيطلع منها فروع صغيره كده فوق. الفروع دي لو احنا دفناها في الارض هتطلع لنا نبته جديده، زي ما حضرتك شايف كده الفرع الجديد اللي طالع ده، ده نبات اخضر. احنا لو دفنا، لو قصينا كده ودفنا دي كده في الارض هتطلع لنا نبات جديد 100%. طيب احنا نعمل ايه بقى؟ ممكن نقص العقل دي كده، عقل كده ب 10 سنتي او 5 سنتي من ضمن الوسائل يعني، ونحطها كده في التربه، ممكن تطلع لنا نبات جديد كمان زي ما حضرتك شايف كده. لو في فروع نشفت، لو في فروع نشفت زي كده نعمل لها تقليم عشان النبات يعيش اكتر ويتكاثر اكتر. النبات بيحب الميه. ارجو لو حضرتك مش مشترك في القناه تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد اول باول. احنا قطعنا ديت كده الطرف اللي كان في يوم من الايام الورق ده لونه اخضر، فلو حضرتك تلاحظ يعني في خلفات كتيره طالعه، خلفات زي كده بالمنظر ده، فسبحان الله يعني ايه، فحاجه سهله جدا اهي. يعني الجذور الصغيره ديت او العقد الصغيره ديت هتيجي في يوم من الايام وهيبقى ليها جذور ويبقى نبات جديد خالص، يبقى نبات جديد خالص بالمنظر اللي حضرتك شفته في اول الفيديو. طيب احنا حاجه زي كده هنحطها هنا كده كده، وهنسمي بسم الله ونحط بس الايه التراب بتاعنا بالمنظر ده. نروي بقى بعد ما دفنا الورقه او البوادر الجديده، نروي ري غمح ان شاء الله هنطلع نباتات جديده باذن الله نسعد بيها وتسعدوا بيها. اتمنى تكون الفكره وصلت لحضراتكم والفيديو مفيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.